السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم معانا. أنا الدكتور مهندس شيماء الشرقاوي، مقرر لجنة السلامة والصحة المهنية، نقابة مهندسين اسكندرية. أنا يسعدني ويشرفني طبعا الاشتراك للمرة التانية في مبادرة سيفتي فيرست ومع المهندس إسلام، وإن شاء الله تكون مبادرة ناجحة وربنا يكتب لها الاستكمال يعني بإذن الله. احنا النهارده هنتكلم على فن انقاذ الحياه، وفن انقاذ الحياه هو الاسعافات الاوليه، ولا يشترط طبعا الاسعافات الاوليه دي نكون بنتكلم فيها على سبيل المهني فقط، ولكن اي حد عنده مهاره الاسعافات الاوليه يقدر ان هو يساعد في اي وقت وفي اي مكان. في بعض المعلومات الهامه قبل ما نتكلم على اجراءات الاسعاف، وهي ما يخص أو ما يعني الفرق بين الإسعاف الأولي والإسعاف الطبي. ده إحنا هنعرض النهارده جزء من الباوربوينت، وإن شاء الله هو طبعًا الإسعافات الأولية ما بتكونش يعني ما ينفعش إن هي تتعمل في محاضرة واحدة، هي هتبقى سلسلة محاضرات بإذن الله تعالى، فإحنا هنعرض في سلسلة المحاضرات دي باوربوينت وكمان إن شاء الله فيديوهات. احنا هنتكلم النهارده عن الفرق بين الاسعاف الطبي والاسعاف الاولي. طبعا اول حاجه عندي لازم اعرفها ان الاسعاف الاولي ده بيتم في مكان يخلو من التجهيزات الطبيه ويخلو من المعدات الطبيه، وما بيكونش فيه اي مظهر من مظاهر الاستعداد لاسعاف حد من المصابين، فده بيكون الإسعاف الأولي. طيب الإسعاف الطبي بقى، لا الإسعاف الطبي بيكون في مستشفى مثلا، والمستشفى دي بتكون مجهزة وفيها الطبيب اللي يقدر يشرف على هذا الإسعاف. فدي كانت أول معلومة عندي حبيت إن سيادتك تعرف. طيب تاني حاجة بقى، إيه هو الهدف من الإسعاف الأولي؟ أنا بعمل الإسعاف الأولي ده ليه؟ أول حاجة أو أول جملة مكتوبة عند حضرتك العناية العاجلة للإصابات المهددة للحياة. أول حاجة على رأس إصاباتك المهددة للحياة هو النزيف، البليدنج. لازم أتعامل مع الإصابات على مراحل. يعني إيه على مراحل؟ يعني بأولويات. يعني أنا لو عندي حد عنده كسر والكسر ده رباعي، فكسر العظمة أدى إلى تهتك في الجلد وفي اللحم، وبالتالي بقى كسر مفتوح، والكسر المفتوح ده أدى منه لنزيف، يبقى أنا مش هتعامل مع الكسر الأول، لا أنا هتعامل مع النزيف. يبقى العناية العاجلة للإصابات المهددة للحياة اللي هي إيه؟ الإصابات المهددة للحياة اللي هي النزيف أو البليدنج. بعد كده إنقاذ حياة الإنسان وحمايته. أنا لما هحميه أو هبدأ أعتني بإصابته العاجلة، أنا كده بحمي حياته، لأن النزيف زي ما إحنا بنعرفين كلنا بيؤدي إلى هبوط حاد في الدورة الدموية، وبالتالي بيؤدي إلى الوفاة. حماية المصاب، حماية المصاب ليست فقط مش من حمايته من الإصابة أو حماية حياته، لا أنا بحمي المصاب أيضا من المتجمهرين، بحمي المصاب من أي حوادث ممكن إن هي تلحق به بعد إصابته. يعني إحنا مثلا لو عندنا عامل مثلا وقع من فوق سقالة، والسقالة دي ضعيفة، هو ممكن وقعته اللي وقعها دي تخلي السقالة تقع كمان بالكامل فوقيه، فده بيكون حماية أيضا للمصاب، إن أنا بحمي من سقوط الأجسام مثلا من حواليه، بحمي من المكان اللي حصل فيه الإصابة. ممكن يكون المكان اللي حصل فيه الإصابة قابل للاشتعال دلوقتي، ممكن يكون فيه انسكاب للمواد الكيميائية. معلش اعذروني أنا مش عارفة اللاب بيعمل ليه كده، بيسيب السلايد اللي احنا شغالين عليها وبيروح لسلايد تاني. طيب يبقى زي ما احنا اتكلمنا كده دلوقتي، الإصابات المهددة للحياة أنا بحاول إن أنا أبتعد عن إن هي تدمر حياة البني آدم ده، ونمرة اتنين بنقص حياته وبحميه
وبحميه من المتجمهرين وبحميه من المنطقه اللي حصلت فيها الاصابه اللي هي ممكن تكون قابله للاشتعال او فيها انسكاب المواد الكيميائيه او فيها ماس كهربي او فيها فلاينج اوبجكتس. كل الحاجات دي انا المفروض ان انا بحميه منها. بعد كده منع حصول مضاعفات بعد الاصابه. من اكتر الحاجات اللي بتحصل بعد الاصابه البانيك او التشوك النفسي اللي بيجي للبني ادم المصاب. علشان كده انا دايما يعني اجرائي السليم للتعامل مع هذا البانيك حاجتين اتنين. اول حاجه ان انا بعمل على تدفئه جسمه، لان البانيك ده بيخليه يبرد ويكون جسمه في حاله من التشنج البارد. ونمرة اتنين ان انا كمان بطمنه ببعض الكلمات، انت هتبقى كويس، ما تقلقش، انت تمام. ويمكن اكتر حاجة بتطمن العامل في اصابته انه يكون شايف تصرف سليم من القائمين على المصنع لإصابة سابقة لزميل من الزملاء، شاف ان هم لحقوه، الاسعاف جات على طول، الزميل ده رجع شغله بامان وكمان صرف مستحقاته. فدي من ضمن الحاجات اللي بتحمي العامل نفسيا. كل ده انا بتكلم فيه انقاذ الحياه ومنع حدوث المضاعفات بعد الاصابه. وطبعا اخر حاجه منع حدوث الوفاه. منع حدوث الوفاه، يبقى انا الهدف من الاسعاف الاولي ان انا بحمي الشخص المصاب، بحميه من اصابته، بحميه من المتجمرين، بحميه من المكان اللي حصل فيه الاصابه، وكمان بمنع حدوث الوفاه. ايه بعد كده بقى؟ ما هي المبادئ العامة للإسعاف الأول؟ مبدأ ايه؟ الحماية والتعامل مع الإصابة. الحماية أول حاجة أنا لازم أحقق فيها الحماية هي نفسي أنا كمسعف. أحياناً كتير هيكون الأمر أكبر من استيعاب تدخلي، هيكون الأمر فيه خطورة أعلى، هيكون الأمر غير آمن، هيكون الأمر محتاج فريق كامل من الناس. ف لازم المسعف يبدأ بحماية نفسه دايما وأبدا. لن يجيد مهنة الإسعاف الأولي أو مهارة الإسعاف الأولي إلا الشخص اللي عنده ثبات انفعالي وثبات إلا الشخص اللي عنده ثبات انفعالي وثبات في الإجراء. فدايما المسعف يبص الأول يشوف أنا هقدر أحمي نفسي ولا لا. لو أنا مثلا عندي حادث في عدد كبير من الفيكتيمز، هبدأ بمين وهخلي مين متأخر شوية، هخلي مين من المنطقة ومين اللي لأ، هضطر ان انا اسعفه في المكان. كل الحاجات دي وكل الاجراءات دي المفروض انها ما تاخدش من المسعف في التفكير اكتر من ثواني. بعد كده حماية المصاب، ده المبدأ التاني من مبادئ الاسعاف، حماية المصاب زي ما احنا لسه متطرقين ليها. بعد كده حماية المتجمهرين. المتجمهرين انا بعتبرهم ان هم بيكونوا مان باور، يعني نوع من انواع القوه اللي انا اقدر استخدمها بدل ما هم واقفين يتفرجوا ومتزحمين وعاملين حواليا مشكله كبيره. طب اعمل ايه؟ هطلب منهم ان هم يعملوا حلقه دائريه حوالين المصاب على بعد معين لا يقل عن مترين علشان خاطر ابدا انا اعالجه. هبدا ان انا اشوف حد يعني يبان ان هو تراستد كده، من فضلك جمع لي متعلقات المصاب دي وقربها مني. ده لو حادث على الطريق مثلا. برضو لو احنا فضلنا في الحادث اللي على الطريق، انا ممكن استخدم المتجمهرين دول في ان هم يوقفوا الطريق في المكان ده او يحولوا اتجاه الطريق او ينبهوا العربات القادمه. فانا لازم استغل المان باور بتاع المتجمهرين. بعد كده حمايه ممتلكات المصاب. طبعا كتير حضرتك بتشوف على حوادث الطرق، يعني لا حول ولا قوه الا بالله، ممكن يكون الشخص الممدد على الارض ده فقط حتى الشوز اللي في رجله، لان في حاله من يعني من تصيد ممتلكات المصاب بشكل غير طبيعي. فحضرتك برضو بتكون من ضمن مسؤولياتك هي حماية ممتلكات المصاب، وأقدر أستخدم في دي الجمهور. بعد كده التعامل مع الإصابات. يتوجب على كل مسعف معرفة طرق التعامل مع الإصابات المختلفة. أنا عندي إصابات كتير جدا، الحروق، الكسر، النزيف، الإغماء، التكهرب اللي هي الصعقة الكهربية، يعني حاجات كتير جدا جدا. مهارة الإسعاف الأولي بتعرف حضرتك كل نوع من الأنواع دي أقدر أعمل فيها إيه. وطبعا لازم أبقى واخد بالي كويس قوي إن أنا هتصرف مع تلك الأنواع بإيد خالية من غير ما يكون معايا أي أداة ولا أي يعني أدوية حتى. القواعد الأساسية في الإسعاف الأولي. تقديم الإسعاف في موقع الإصابة. هو من ضمن أكتر الحاجات خطورة على المصاب هو تحريكه، لأنه هو لو عنده كسر
وانا حركته ممكن يتحول هذا الكسر من كسر عادي درجه اولى الى كسر مضاعف، وبالتالي بدل ما كان هيركب جبيره او جبس لمده شهر او 40 يوم هيضطر ان هو يعمل عمليه ويدخل في سكه ثانيه خالص قد تصل الى مرحله البتر. واحنا شفنا كتير جدا ناس فقدت القدره على المشي لمجرد ان هي مثلا وقعت وقعه بسيطه وبعد كده حد شالها فحصل خلل في العمود الفقري او خلل في الجهاز العصبي للجسم. طيب يبقى اول حاجه تقديم الاسعاف في موقع الاصابه، ده في حاله عدم وجود خطوره على المصاب. الخطوره اللي هي ايه اللي احنا كنا قلناه؟ ان المكان يكون فيه حريق، ان المكان فيه يكون انسكاب المواد الكيميائيه، ان المكان يكون فيه فلاينج اوبجكتز ماس كهربي. كل ده لو انتفى يبقى انا المفروض اقدم له الاسعاف في مكان. بعد كده زي ما احنا قلنا تخطيط المصاب للحفاظ على درجه حرارته. هو ايه ليه احافظ على درجه حرارته؟ لان هو لما جاله البانيك نتيجه الاصابه تراجعت الدوره الدمويه في جسمه وبالتالي حس بالبروده. بعد كده عدم الادلاء بالمعلومات التي تزعج المصاب، يعني انا ما ينفعش اقول له ايه لا ما تقلقش ده انت ظهرك اتكسر واحنا دلوقتي بنلم عشان نجيب لك كرسي متحرك. اكيد ما ينفعش ان انا اقول له كده. فالمفروض ان حضرتك بتدي له معلومات تطمئنه، واهم ما اهم حاجه هتطمنه لو هو مش عارفك كشخص، لو انا بقدم له يد المساعده دي وانا في الشارع، ان انا افهمه ان انا مسعف عشان ما يقلقش، لان احنا دايما بنقلق من الشخص جاهل المعلومه، انما انا لما افهمه ان انا المعلومه عندي هو هيطمن. بعد كده بقى ويمكن نمره اربعه دي بتكون في الاكسيدنت ريبورت او في التقرير الاصابات، اني ببدا احرر اسمه عنوانه رقم التليفون العمل نوع الاصابه سبب الاصابه وقتها كل الحاجات بقى اللي هي خاصه بالاكسيدنت ريبورت دي او بورقه الاصابه، وطبعا بيكون في شهود على تلك الورقه علشان خاطر لا يقل عن اثنين طبعا علشان خاطر يقروا بان المعلومات اللي سيادتك كاتبها كسيفتي اوفيسر مظبوطه. بعد كده منع تدخل المتجمهرين في عمل الاسعاف زي ما احنا قلنا ازاي نقدر ان احنا نستغلهم يعني. بعد كده تقديم الاسعافات الاوليه حسب الاولويات. بمعنى ايه؟ اول حاجه زي ما احنا اتفقنا ان احنا هنبدا بالاشخاص اللي عندها نزيف والاشخاص اللي هي يتضح عليها العلامات الحيويه. اهم علامه حيويه عند حضرتك تاكد لك ان الشخص ده عايش هي النفس، سواء علو وهبوط القفص الصدري او ان سيادتك سامع النفس بتاعه بودنك. النبض مش دليل على ان الشخص لسه عايش، لان النبض بيكون موجود لسه شورتلي افتر ديث، يعني ممكن يفضل شويه كده، انما الاكيد عندك هو النفس. فالشخص اللي بينزف وفي نفس هو ده اول واحد انا هلحقه. الشخص اللي يقدر يقوم على رجليه واخليه ده انا هخليه. الشخص اللي واضح ان هو خلصان خالص خليه معلش ده الاخر شويه. يبقى انا بنقذ الناس تبعا لنوع الاصابه والتاكد من ان هي في حاله حياه يعني. طيب الحفاظ على هدوء المصاب وطمأنته باستمرار، مراقبه العلامات الحيويه. لا يجوز للمسعف ان يقرر بان المصاب متوفى الا بعد ان ياتي الطبيب، او دي هتكون مهمه الطبيب. خلي بالك احنا في حاجه ما وقفناش عندها، هي مراقبه العلامات الحيويه. مراقبه العلامات الحيويه دي هي تقريبا كل الكلام بتاع محاضره اليوم. طيب بعد كده بقى معلش الكمبيوتر فيه مشكله تقريبا. طيب خطوات التعامل مع المصاب. لاحظ انك سوف تتعامل مع مصاب حالا، يعني هو حالا دلوقتي وقع قدامي، او حالا انا معدي بالعربيه لقيت الحادثه، كل ده حالا. فعندي هيكون حاله حرجه، كسور، نزيف، كل الحاجات دي هتبقى بالنسبه لي حاله حرجه. انا هتعامل مع هذه الحاله وابدا اشوف علاماتها الحيويه وبعدين اتكلم الاسعاف وبعد كده ابدا اهتم بهذا المصاب حتى تاتي الاسعاف. طيب تعال بقى نشوف يعني ايه العلامات الحيويه. وهو الاول قال لحضرتك البروتوكول اللي بيتم التعامل بيه في الاسعاف الاولي 3C تشيك كول كير، افحص اتصل اعتني، افحص المصاب اللي هي العلامات الحيويه اللي هنقول عليها دلوقتي، وبعد كده اتصل بالاسعافات الاوليه اديها ريبورت عن النتيجه بتاعه الفحص، وبعد كده ابدا اهتم بيه
تبعا لحاجتين، تبعا لمهارات الاسعافات الاوليه اللي انا عارفها، وتبعا للارشادات اللي هيقولها لي الراجل بتاع الاسعاف في التليفون وانا بتصل بيه. يبقى تشيك كول كير ده البروتوكول الخاص بالاسعافات الاوليه، ان تفحص ثم تتصل ثم تعتني. اول حاجه بقى عندي التشيك A B C D E: Airway, Breathing, Circulation, Disability and Exposure. اول حاجه الايرواي وهو فتح مجرى التنفس، لازم الشخص المصاب ده افتح له مجرى التنفس، لان الهواء لما هيوصل محمل بالاكسجين الى المخ هيبدا الشخص ده يستعيد وعيه. يبقى اول حاجه فتح مجرى التنفس. ازاي كده؟ هرفع الدهن وهخفض الجبهه، ده في حاله ان انا متاكد ان ما عندوش كسر في الرقبه او في الجمجمه او في قاع الراس. طيب في حاله ان انا في كسر وانا شاكك، ده واقع مثلا من على السقاله، هعمل ايه؟ هفتح له بشد الدقن لاسفل بهذه الطريقه، بان انا اشد الدقن لاسفل. طيب تعال معايا كده بعد اذنك نشوف طريقه فتح مجرى التنفس. معلش عشان بس اكون متاكده ان الفيديو اشتغل. هنشوف مع بعض دلوقتي فتح مجرى التنفس بهدف ايه؟ بهدف وصول الهواء محمل بالاكسجين الى منطقه المخ، فيبدا الشخص في استعاده وعيه. بص سيادتك كده، هو هيبقى مغمى عليه بهذه الطريقه او ملقى بهذه الطريقه، اللسان قافل مجرى التنفس زي ما سيادتك شايف، او في عقبه في مجرى التنفس، فانا هرفع الدقن ثم اخفض الجبهه بالطريقه اللي حضرتك هتشوفها دلوقتي. اهو ابتدت عضله اللسان انها تترفع، وبالتالي ما عادش في مانع من وصول الهواء للمخ، بقت القصبه الهوائيه مفتوحه تمام. دي طريقه فتح مجرى التنفس اللي هي اول حاجه اللي هي الايرواي. طيب بعد فتح مجرى التنفس بقى بعمل ايه؟ كانت ايرواي وبعدين بريثنج. بريثنج اللي هي التنفس، هبدا ان انا احط ودني جنب مناخيره اسمع صوت النفس بتاعه، ولابد ان انا اشوف الصدر او القفص الصدري عنده يعلو ويهبط، معنى كده ان النفس عنده شغال. النفس يا فندم هيكون حاجه من اتنين، هيكون متسارع يعني بينهج زي ما بنقول، او هيكون ضعيف متباطئ او في قصور، وده اللي انا ابدا اخاف منه. النفس المتسارع انا ما اخافش منه، انما النفس المتباطئ ده اللي انا ابدا اخاف منه، لان هو كده ممكن يكون رايح على وفاه. يبقى انا فتحت مجرى التنفس وابتديت اسمع النفس. بعد كده نمره ثلاثه السيركيليشن. السيركيليشن وهي الدوره الدمويه، تحس الدوره الدمويه من النبض، ولكن الطريقه اللي انا ماسكه بيها الكف دي طريقه غير صحيحه. المفروض ان انا احس النبض بتاع الشخص ده بالطريقة اللي سيادتك هتشوفها دلوقتي في الفيديو. طب أنا بعمل كده ليه؟ عشان أتأكد من إن الدورة الدموية بتاعته شغالة. بص سيادتك كده، طريقة مسك والإحساس بالنبض بالإيدين الاتنين. طبعا هو المصاب مش هيبقى قافل إيده كده، بس أنا يعني هو ده فيديو توضيحي، فحضرتك بتبدأ تشوف خلاص هو شعر بالنبض تحت ايده الشمال، فخفف من ايده اليمين وابتدى ان هو يحس بالنبض. هذا الاحساس بالنبض برضو هيدي لحضرتك تعليم من اتنين او امر من اتنين، يا اما حضرتك هتلاقي النبض متسارع، يا اما هتلاقي النبض بطيء. النبض البطيء والنفس البطيء زي ما احنا قلنا هما المشكلة الكبيرة عندي. طيب يبقى ايرواي، فتحت مجرى النفس التنفس، وبعد كده شفت النفس بتاعه، وبعد كده شفت السيركيليشن. A B C. الدي بقى الديسابيليتي او الاعاقه. الشخص يا فندم
المصاب بيكون عنده نوعين من الإعاقة، إعاقة ذهنية إن أنا بتكلم معاه هيديني حاجة من التلاتة، يا هيرد عليا وده كده خلاص واعي، يا مش هيرد بالكلام بس هيحرك راسه أو يرمش حتى بعينه ده كده نصف واعي، يا إما لا هيرد بالكلام ولا هيرد بالإشارة يبقى ده كده مغمى عليه وتبقى دي disability أو إعاقة ذهنية كاملة. ودي من أكتر النقط اللي لازم أبلغها للإسعاف وأنا بكلمه، إن إيه؟ إن الشخص ده ما بيردش خالص. يبقى الإعاقة في المصاب حاجتين، إعاقة ذهنية، وإيه التانية بقى؟ الإعاقة الحركية، إن هو مش قادر يتحرك. يبقى الـ disability أو الإعاقة نوعين، ذهنية وحركية. يبقى فتحت مجرى التنفس، اتاكدت انه بيتنفس، اتاكدت من السيركيليشن او من الدوره الدمويه، وبعد كده كلمته فيرد عليا، يرد بالاشاره يا ما ردش خالص، وطبعا هو كده كده معاق حركيا انه مش قادر يقوم نتيجه الاصابه اللي اتصاب. A B C D E اخر حاجه بقى اللي هي الاكسبوجر. الاكسبوجر هي الاصابه المخفيه نتيجه التعرض. أهم إصابة مخفية يا فندم هي النزيف، واللي هي على رأس الإصابات، واللي هي على رأس الحكاية، واللي هي إن أنا لازم أبدأ أتعامل بيها أو معاها يعني. يبقى أول حاجة النزيف، بدور على النزيف في جسمي، ولكن ممنوع إن أنا أدور على النزيف في جسمي وبإيد فاضية كده. المفروض إني أستعمل كيس بلاستيك، أدور على أي كيس بلاستيك حواليا وأبدأ أشوف أعضاء جسمي كلها وأرجع أبص في الكيس تاني، اشوف هل الكيس ده اتبل دم من اي مكان من الاماكن ولا لا. يبقى الاي هي الاكسبوجر، وهي الاصابه المخفيه نتيجه التعرض الغير امن. طبعا ابدا ادور على ايه اول حاجه؟ ابدا ادور على النزيف، ومن هنا بقى خلاص بقى انا خلصت كل الاجراء دي، فهعمل كل الاسعاف واقول لهم بقى، اقول لهم انا فتحت مجرى التنفس، نفسه ضعيف، نبضات قلبه ضعيفه، ما بيردش عليا، مش قادر يتحرك، وعنده نزيف او ما عندوش نزيف. يبقى انا عملت الخطوه الاولى في البروتوكول وهي التشيك عشان اقدر ادي ريبورت مظبوط وانا بعمل كل الاسعاف. طيب اول حاجه بقى خلاص بقى انا كلمتهم، ابدا بقى اعمل كير اللي هي نمره 3 او ال 3 سي، ال 3 سي اللي هي اخر سي. ابدا اعمل كير بقى بالشخص النازف ده، هعمل معاه ايه؟ انا ماسك الكيس البلاستيك في ايدي، هضغط على الجزء اللي بينزف ضغط جامد، وبعد كده ادور على قطعه من القماش، ممكن تكون قطعه القماش دي هي كم الهدوم اللي هو لابسها، هقطعها خالص وابدا ان انا الف قطعه القماش دي. بعد ما اسحب الكيس ابدا ان انا الف قطعه القماش دي علشان خاطر تفضل كتمه النزف او كتمه الجرح بشكل ما. وطبعا لازم اتاكد بعد هذا الكتم ده ان اطرافه ما فيهاش مشكله، لان انا ممكن نتيجه الكتم ده امنع وصول الدم للكف، فعلى ما الاسعاف تيجي يكون الكف ده خلاص عايز يتبطر بقى. شوف حضرتك الخطا في الاسعاف الاولي بيعمل ايه. طب اتاكد ازاي؟ اتاكد بان كف الايد مش ساقع مش ازرق ويقدر يحركه. الثلاث حاجات دول يخلوني ابقى عارف ان انا ضغط ضغط معقول مظبوط على النزيف. يبقى هضغط بالكيس وبعد كده الف قطعه القماش واربطها، وبعد كده اتاكد ان اطرافه مش ساقعه ومش زرقاء وبتتحرك، وبعد كده المفروض ان انا بكون عامل له استلقاء على ظهره ومغطيه زي ما احنا متفقين. خلي دايما في بالك التغطيه دي علشان خاطر الدوره الدمويه تبدا ان هي تشتغل في جسمه. تعال نشوف مع بعض كده الفيديو الخاص بالنزيف. طبعا الفيديوهات دي كلها بتكون فيديوهات تعليميه، يعني ما بتكونش الاصابات اللي فيها دي اصابات حقيقيه. موقع سيكانا ده موقع مهم جدا جدا في كل الناس اللي عايزه تتعلم مهارات الاسعاف. بص يا تك هنا هو بيكتم بايه؟ بيكتم بكيس بلاستيك،
طبعا انت فاهم ليه كيس البلاستيك منعا لانتقال العدوى، يعني ما يكونش في اي انفكشن على حضرتك، لان التعامل مع الدم، شوف هو شال الكيس وحط قطعه القماش، التعامل مع الدم تعامل حساس جدا، هيبدا ان هو يربط، هو مدده على ظهره الكاجواليتي او المصاب، ربط. المفروض ان حضرتك بعد ما بتربط بتتاكد من ان اطرافه بتتحرك، وبعد كده بيبدا ان هو يتصل بالاسعاف، بلغهم كل حاجه، وبعدين بيغطيه علشان خاطر البانيك او الصدمه العصبيه اللي خدها ما تاثرش على الدوره الدمويه الخاصه بيه. دي مهاره التعامل مع النزيف. طيب بعد كده عندي ايه بعد النزيف؟ عندي الاغماء. والإغماء يا فندم بيكون ليه أسباب. اسمحوا لي بس أقفل الفيديو وبعد كده نفتح الباوربوينت تاني. الإغماء بيكون ليه أسباب وأسباب عديدة. أهم حاجة في الأسباب دي الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط، وكمان الصدمات النفسية، الألم، أمراض القلب، الجفاف، المجهود الزائد، تغير مفاجئ في وضع الجسم، حضرتك قاعد قمت فجأة أو نايم قمت فجأة، وطبعاً البريجنان وومن أو السيدات الحوامل، كل دي سبب أو أسباب الإغماء. طيب أتعامل إزاي مع هذا الإغماء؟ الإغماء يا فندم ليه بروتوكول مهم جداً، وهو بروتوكول وضع الإفاق. بروتوكول وضع الإفاق، لازم أجيب المصاب على جنبه، ما ينفعش أسيبه مستلقي على الظهر. ليه بقى؟ لأن هو بيكون في تجمع سوائل في فمه تحت تأثير الجاذبية الأرضية وهو نايم على جنبه هتنزل، انما لو فضل نايم على ظهره هتفضل متجمعه اسلالي مجرى التنفس، ومهما عملت فتح للايروي مش هيتفتح. يبقى انا بجيب المصاب المغمى عليه على جنبه علشان خاطر انزل السوائل الفميه بفعل الجاذبيه الارضيه. طيب في ممنوعات في الاغماء، انا هوري لحضراتكم شكل ازاي ان انا بجيب المصاب على جنبه، بس انا عايزه اقول لحضرتك الممنوعات. ان انا ارفع له رجله، انا ما اعرفش هو مريض ضغط، ممكن في حاله رفع الرجل دي يحصل له ستروك، يحصل له نزيف في المخ، تبقى مشكله ستروك اللي هي الجلطه يعني. ممنوع ان انا احط وسائد تحت راسه، ممنوع ان انا اصب عليه ميه او ادش له بصله او ارش برفيوم في مناخيره، كل الحاجات دي ممنوعه تماما، لان انا ما اعرفش الشخص ده لو مريض حساسيه بيبقى انفيه او حساسيه انف، يبقى انا كده بوديه في مشكله كبيره. ممنوع ان انا ادي له حاجه واقول له ابلعها، كل الحاجات دي ممنوعات للمغمى عليه. ارفع رجله لا، احط له وسائل تحت دماغه لا، صب الميه، رش البيفيوم، بصل، كل حاجه ليها ريحه قويه، كل ده كلام غير صحيح بالمرة. طيب تعال بقى نشوف حضرتك امال المفروض اعمل ايه، يعني المفروض ان انا اعمل ايه. هنشوف دلوقتي وضع الافاقه السليم للشخص المغمى عليه. حضرتك بتلاقيه ممدد على الارض بهذا الشكل، بتكلمه، دي بقى قياس العلامات الحيويه زي ما احنا قلنا، شوف هيشوف النفس بتاعه اهو، خلاص انت عملت فتحت مجرى التنفس وشفت النفس وكلمته فلقيته ما بيردش عليك، اتاكدت ان مفيش نزيف، بعدله على ظهره بهذه الطريقه، ايده زاويه قايمه مع الجسم، الايد الثانيه بفردها وبحطها تحت وجهه، برفع الرجل بهذه الطريقه، انا كده عملت محور ارتكاز اقدر ان انا الفه بيه، وبعد كده افتح مجرى التنفس ثاني. طبعا يا حبذا ان سيادتك تعمل الموقف ده ويكون الملقى ملقى على جنبه اليمين منعا للضغط على عضله القلب، وزي ما احنا قلنا كده ممنوع انك تاكله وتشربه وتصب عليه ميه ترفع له رجله، لا هو الوضع ده الوضع السليم. يستمر في هذا الوضع لمده ثلث ساعه، ما جابش نتيجه، الاسعاف ما جابش، بعدله بقى تاني على ظهره
وبعمل له السي بي ار لو انا اصلا متدرب وبعرف اعملها، انما لو ان انا ما بعرفش اعملها اوعى تجرب، لان انت ممكن السي بي ار اللي هو الضغط على القلب علشان خاطر يبدا يضخ الاكسجين تاني في الدم، او الرئه تبدا تضخ الاكسجين تاني في الدم فيبدا يفوق، انا لو ما عنديش السنس بتاع الضغط ده ممكن اكسر له القفص الصدري. تمام كده؟ يبقى هيفضل في وضع الافاقه لمده ثلث ساعه، ما جابش نتيجه بعدله على ظهره، لو انا عندي مهاره السي بي ار بعملها الى ان تاتي الاسعاف. احب اختم الكلام بتاعي بالفرق بين الغيبوبه للسكر المرتفع والغيبوبه للسكر المنخفض، وده في حاله لو انا بتعامل مع مريض انا عندي الهيستوري بتاعته واعلم انه مريض سكر. مريض السكر او صاحب غيبوبه السكر المرتفع سيادتك هتلاقيه وشه احمر قوي، انما غيبوبه السكر المنخفض هتلاقي وشه شاحب واصفر. السكر المرتفع هتلاقي عرقان جدا، هتلاقي جلده ناشف، تمام، انما بتاع السكر المرتفع المنخفض هتلاقيه عرقان جدا. يبقى المنخفض عرقان جدا ووشه شاحب، السكر المرتفع وشه احمر قوي وجلده ناشف. طيب ايه كمان؟ هتلاقي ان الشخص اللي سكره منخفض بيفقد وعيه فجأة، انما الشخص اللي سكره عالي بيفقد وعيه تدريجيا، يعني هو ممكن يقول لك الحقني. الشخص اللي سكره مرتفع حضرتك هتلاقيه يفوح من فمه رائحة تخمر الفاكهة أو الأسيتون، فدي عشان تبقى فاهم إن ده سكره مرتفع أو سكره منخفض. برضو من ضمن الإغماءات اللي المفروض إن احنا نفرق بينها إغماء الإجهاد الحراري وضربة الشمس. اللي بيفرق بينهم إن ضربة الشمس بتعمل دي هايدريشن للجسم أو بتفضيه من السوائل، ضربة الشمس تفضي الجسد من السوائل وبالتالي هتلاقيه مغمى عليه وجلده جاف، انما الاجهاد الحراري اللي هو ممكن يكون مش من تعرض للشمس ولا حاجه، هو واقف مثلا قدام الفرن العالي او فرن تحضير السيراميك او ما الى ذلك وحصل له اجهاد حراري جامد، هتبص تلاقي الاغماء بتاعه يصحبه تعرق شديد. معلش هي المحاضره يمكن كانت طويله شويه، مع ان احنا يعني ان شاء الله نتكلم في بقيه المهارات في المحاضرات القادمة بإذن الله، أتمنى أن هي تكون مفيدة، وأنا تحت أمركم في أي سؤال بإذن الله تعالى. شكرا للمهندس إسلام على إتاحة الفرصة، وشكرا لسيفتي فيرست، وأشوفكم على خير بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.